بردر هكا كل رمضان هكا يا زلمه كل رمضان وريك صابون في جرت باش تاكلوا باش يطيب صلى يا زهر صلى يا زهر عائله كامله عائله كامله متحابين فيه هكا انا ضربتك تو لمسيتك صلى انا بيا يا خالي اش عمل لك عائله كامله اش عمل لك شيخه يمشي نحرق روحي حد ما يدخل انا يصلي انا خلي خلي يحرق روحه بجهر ربي برا يحرق روحه ليزي يا زهو والله ما يحرق روحه راو شو اكلتي خالبك كنت كلمه واحده صلي على بيي مش قلت في راس مش طربدن ولا شو حط علي انا صلي على بيي واش راك تكسرك بعد بس خالي فهمتني عيني احنا قبلك ما ضايق كل علاش علاش كلمتي يا راني مش نحرق روح سيسي قال تحرق روح نوصيك على الذراري وعندك البغله هذيك عينك عليها راهي ما انا في رقبتك يا ربي شبيك انا بغله وانا فاش تحكي انا بغله تاعك انا بغله ها البغله وليت ما تعرفهاش المراه اللي عطيتوها لي البغله هذه عطينا هذه يعطيك عصام جل على جنابك يا حفر عليك ناي بغله عينيك لقبهم لك تنقول لك كيفاش يا بعد خبط يا زي الناس يا الناس تسمع فيك يا خالد يا لقال يا خالد هكا فضايح الناس تسمع فيك بركي يعطيك بركي يعطيك بركي بركي شنو اكلي يا سكتي سكري فمك يا زهر يزي ناحي بريكي ناحي بريكي ناحي بريكي ناحي بريكي على قاع ناحي بريكي هكا هكا يا زهو هادي بالشكل كل رمضان خالي كل رمضان وريك صابون يا انت يحرق شروحه تولو لا يحرق عزاو خليها واحد كذاب هامل يكذب يفلم هذاك هكا تو ما يحترم يضرب في اللوح حتى خالك ما يحترم مين نحترمك يا خالي اما هو كل رمضان كل رمضان مشيح لي الريق بتاعي صابون علاش هذا كله علاش تعار شنو ما عملت له شيء والله يكذب فاهميني يقعد فاهميني فاهميني على السعارة الله خاطيني يا خالي ماك نقصي زاد انت نقصي من حس لا نقصة منقصة ما عملت لها حتى شيء هو كل رمضان يتسبى لك يعمل في الافلام يعمل في الافلام علاش تعار توكي كي باصي روحه يحرق روحه يمشي يحرق روحه ودي والله لا فيك يحرق روحه تاع حسين هاك يصير فيك الجيران تسمع هو كذب وفشل مع الحرقين والله لا يحرقها راح علاش تعاركوا فهميني علاش تعاركوا ما فهمتش انا تو كل رمضان هكا علاش تعاركوا فهميني كل رمضان هكا الريق صابور في جرة النقار والجيران تسمح فيه عامل لي نهار مشوم على راسه ان شاء الله علاش تعاركوا فهميني تو جيران يا خالي ضايع كل كي جيت نحاسب فيها على الشهريه هذيك الحكايه اش عندك فيه الشهريه اش معها الشهريه شنو اش عندي فيها خالي الراجل فلوسها كي الملح والله لا يقعد دوره في الدار ليه ونعرف الحزينة شك فيني شك فيني طلعش يصرف على دار أخرى ونعرف الحزينة شو عند امرأة أخرى تعمل النقار والندرة العزل يا خالي راهو ما عندي شيء في الدار لا عندي لا قضالي قضية في, 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 في رمضان كل حبيب لا عندي سمير لا عندي فارينة العلا وفت لا عندي زير هي والسيبالي كسكسي وفاري باش نكسكس اللي داعي طرف كسكسي لا عندي حتى طرف كسكسي قطك كمان يا خالي ما تسمع تسمع هاتي بركي اعطيني بركي بركي ما بتشتغل واسع بالك يا خالي ما تبغى تكلم واسع بالك يا خالي سايب البركي يا خالي سايب كسكسي ما لا يا لالا هاك مش تكسكسي شوي يا خالي انا مش نحرق روحي وفي الفرق بتاعي عامل لي كسكسي يا تصلي يا يا خالي جيتك بجهرب صك الكسكسي في الفرق بتاعي راني مسامح يا نقار وسع بالك يا نقار وسع بالك هكا تو سايب بريكي يا لا والله لا صار سايب بريكي قلت لك نحرق روحي مانيش نلعب انا نحرق روحها خالي خليه يحرق روحها تيستي تيستي شو بدك خليه يحرق روحها صلي على النبي صلي على النبي سايب بريكي سايب بريكي سايب يا خالي شبيك يا خالي اوعيه برا جيب لها شربه تحلاش السكر يدوب والله مش نجي هكا تو وراك ما يحكي جيب لها شربه خالي خالي هاي شويه البن على الاقل ميت راني مش تقتلني عليك بعد حرق ايش تحبوا مني تو في رمضان الناس مولي نفطر لا يدي الجامعة ما عادش نمشي له يدي نفطر رمضان يا لقاي طالما المشاكل افطر مالك انت تفطر خير سجع فيه يا خالي سجع فيه طيح فيه شو بيفكروا متكم صلي على النبي اشرب على روحي اكتونا علاش تعاركوا فهموني علاش تعاركوا علاش مش قايم بواجبه مش قاعد يصرف علي والشهريه دراوي اني احط فيها يا خالي مشيتك بهرب شيء ما عندنا في الدار الشهريه 400000 يا خالي وين مش يشبوا يا خالي يا خالي الشهريه 480 قاعد يهرك على عينين تحت بيوم 8 يا خالي 480 مش نحوهم مش نحوهم قصوهم علينا ايش لازم يا خالي نحوهم وندري عليهم نحوهم ايش والله 400 كثير من كيف بتاع صاير يا راهي رسول الله ايه ايه ووسعوا بالك بشويه 400 فين ما الشب زاد يا زلمه يكذب عليك يا خالي قلت لك يكذب عليك الشهريه بتاع 480 الفيش دي بي شفتها بعيني شفتها جاه ربي يقول لي وين مش تمشي الشهريه يا ودي انا الشهريه الشهر هذا تحت في بول سعيد لا يدي الكرونه لا يدي رمضان لا يدي غلاء الاسعار يا راني قلت لها يا زاو عليك بالليل عليك بالليل مش قدام خالك بشويه قلت خذي كل سميد كل كسكسي ولا قلت ما ناخذش كسكسي من حانوت تسمع تحب على وابه قمح وابه قمح ب 70000 ناخذها لها يا خالد تتكلم يا خالد يا رب تتكلم باهي نقص من الحس تاع الناس جيران تسمع فيك نقص من الحس يا زهو وسعي بالك ساعات انت تو ضرب الطبار عليك راهو مش حامد ربي راهو مش حامد ربي راني نداري فيه ونساعد فيه انا نطلب له كي
قولي راه البشطات والحجامات واللبسات والحنة والحرقوس والدنيا. الله يعطيك ضربة بدبوس يا نفعة. يزنك ما ضر حقول كان عاتي ربي راك مدينة راك بجمعتك شرب ذيل شرب ذيل يزنك صايمة. لا لا على التقوى اليوم تتعنقا. لا لا برا مش ينصح راك خير الحمد لله يا خير اش تعرفني تو يزن تو معش قدرين معش قدرين وشو ما تحشموش تو والله يا خالي والله هو في بنت خوك انت ناقص عاد ينقص عاد رمضان كل رمضان هكا يصير فينا تسمع خالي واقسم بالله اللي هو منكد عليا عيشتي منكد عليا انا تذكرني ني الضحكه ما نعرف كيف صدقني الضحكه انا نعرف انا قارت وزاو هكا تخلاها لا ضحكه لو عن نكد عليها هي هاني ضحك هاني ضحك انت وهاني ضحك لا حول ولا قوه الا بالله ما تمش شوي وصعبه الناس عايشه 200 دينار و300 الف وانتم صلي على النبي تضرب في 480 راك يا نقار يا خال تو باقي تعاود تضرب راس على حيتي تو كيف باقي تعاود في 480 يا خالي راهي منحه الاديل نعم قال لك راكم ما خدمتوش تو وقتك لونا ما عملتوش اديل كذاب كذاب عجب ناقص عادي ناقص زيدي زيدي تو هكا تو هكا والله ساعات نحلف انا باش معاش نطل عليكم عاش نجي هكا خالد تقول هكا خساره يا خال ساعات تعرف معزتك تعرف قديش جاي جاب لكم اخبار يفرح بني فرح هاي ني ما عادش يفرحني فرحها هي خال والله خالي منين الاخبارات اللي تفرحني خليتوني تو نتكلم ني هكا تو هكا مش تم خالد سير فيا هكا وسع بالك وسع بالك الله غالب والله شيحتوا لي ريقه قريب تفطروني معاكم فرحة وسع بالك خالد وسع عليك الله غالب باش تعرف باش نقاسي ونعاني ني ما تفهمش يا خال هي راسها صحيه راسها صحيه نقص عاد نقص علينا الله العظيم نقص علينا من حس هاني جايك على الباي نتاع امك تاع الدار ما انا سوينا الوضعيه نتاع الورثه نتاع امك قول والله هاي سويناها الوضعيه يا زهو يا زهو اخي ما قلتلكش اصبري ها ربي كرمنا في رمضان ريتي قداش رحمه ربي واسعه ناقص برك من الحس ناقص من الحس ما عادش بكري عليك ما عادش بكري من العاد منافذ السنه فيك مش تمشي تصحي له وتاخذي بايهم قداش ماني فهمتك يا زهو المره فات عندك انت بايك 4 ملايين ونص هكا ما شاء الله ما شاء الله باش تمشي تصحي هاي انا العب نمشي تو نمشي هاي بس ها تو نمشي ليه يا خالي باش ماشي هي خالي ثم السرقه راهو نلعبوا هاتي يا خالي وين ماشي انت برا مشي حرق روحك باش تحرق روحك قوم شي حرق روحك صلي على النبي صلي على النبي صلي هاي باش تمشي تاخذ الفلوس ولا لا تمشي تصحي يا خالي هاني ماشي ليه هاي فم تقعد وين ماشي انت خايه خايه ميساش اقعد انت انا خطاو جيت باي زين هاي يا حويه ترى عاد منافق ماشي صبر يا حويه زين خالك راه بالعوض وريدي بالك من خالك بيو 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 4 ملايين ونص والله العظيم اللي جو في وقتهم حتى هي زمه 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 لطفوا برا تشاهدون يوميا حلقة جديدة من السلسلة الهزلية الناقدة نقار لكشف الخنار في تمام الساعة 9:10.